حكايات الشعوب كالأنهار تتجمع بين الجداول لتصبح بحار، تجاور الليل والنهار وتعشق الترحال والأسفار. في تفاصيل الحكايات تكتمل الروايات وتحكي بالمرادفات، أسرار غابت وحضارات سادت وعادات بادت. لكل شعب حكاية ولكل حكاية فصول، تنسج لنا حكايات الشعوب. هي السمراء حينما يمسي الجمال تاجاً للتاريخ، هي الخضراء حينما تمنح أرضها البركة للزروع والأشجار، هي المهد والمهاد ودرة البلاد، تحمل مواسمها موعد الهجرة للشمال، هي بياض القلوب وسمرة الدروب، هي النهران، هي كوش والنوبة وأرض السمار، دارفو الغنية وكردفان. تخبرنا كسلة عن حكايات الأجداد ويخبرنا طميها أن للحضارة أصول، نيلها الأبيض يتدفق خيراً ونيلها الأزرق يزرع جنان، شعبها الطيب كتب التاريخ، أهراماتها تروي في صمت ميلاد الأمم، منها البداية ومنها الحكاية، وحكايات الشعوب تتألق اليوم لتحكي حكايتها الخالدة السودان. أخوي الصادق أشكرك على استقبال، وأشكركم جميعاً على استقبالي عندكم اليوم وعلى هذا الترحيب وحفاوة الترحيب. جداً سعيد صراحة بالتواجد معكم. أهلاً وسهلاً أخ عبد الله، نحن سعيدين بك ومسرورين بوجودك بيننا، وأهلاً وسهلاً بك في دارك. وأنا الأسعد والله. خلنا نتعرف عليكم أكثر. أنا الصادق الأمير أحمد من قرية إيدم عش في ولاية النيل الأبيض. والنعم والنعم. الله يخليك. أنا أمل، وهذا عابد وهذا أحمد. والنعم فيك وكلكم، والله يحفظهم إن شاء الله. نتكلم عن الترحيب وعن الاستقبال، أكيد لازم نتكلم عن عادات وتقاليد استقبال الضيف، دائما نلاقيها بين كل دولة ودولة يمكن تختلف شوية، أكيد يعني حتى نلاقي أشياء بسيطة تميز دولة عن دولة في استقبال الضيف. فاليوم حابين نعرف أكثر عن عادات وتقاليد استقبال الضيف في السودان. أهلاً وسهلاً. عندنا هنا في السودان بيقولوا الضيف رحمة. نعم. وجود الضيف تنزل معاه الرحمة والبركة. نعم. وعندنا مثل سوداني بيقول ضبيحة بليلة مباشر ولا ضبيحة مكاشر. نعم. فالضيف أهم حاجة إنك ترحب به، تحسن استقباله، حتى بعد ذاك تقدم له الضيافة اللي هو محتاج لها، يعني ما تحسس الضيف إنك متضايق منه. الضيف إنسان جاي عابر سبيل، عاوز مكان ينزل فيه يرتاح فيه، فلو حس إنك متضايق ممكن يعني ما ينبسط أو يطلع هو زعلان أو، فأهم حاجة إنك تحسن استقباله. نعم أكيد أكيد، وكرم الضيافة هو طبعا من عادات أهل السودان واللي هي مو بغريبة عليهم طبعا. بالتأكيد بالتأكيد. أكيد أكيد يا أستاذ الصادق. وأيضا أختي أمل، دائما نلاقي الشعب السوداني شعب متمسك بعاداته وتقاليده، ونلاقي يعني الكرم فيه في كل المناسبات وفي كل نواحي حياتهم، خبرينا أكثر عنها. صح، طالما إحنا في سيرة الكرم، عادة زمان في السودان ما كان في فنادق، ما كان في يعني أماكن الواحد يقدر يقعد فيها، فعابري السبيل حتى بقلة المواصلات فكانوا كثير يعني يضطروا إنهم يجوا في البلدة أو المدينة، فبيكون في حاجة اسمها الخلاوي. نعم. اللي هي المساجد اللي بيتعلموا فيها القرآن ويتعلموا فيها التعاليم، ما بس كده بيكون كمان مكان يقعد فيه الضيف اللي هو عابر السبيل. جميل. ويدو يعني مكان ينوم فيه، ياكل فيه، يقعد على قدر الايام اللي هو عايزه. جميل. وكمان عندنا في البيوت العاده بكون الخلوه واحده في المدينه. نعم. وكل بيت فيه ديوان. نعم. كمان انت ممكن تدخل اي بيت. نعم. الديوان بيكون مكفول، بيفتحوا لك، بتقعد انت كضيف وتقعد الايام اللي انت عايزه. نعم جميل جميل. هذا يعني مثل ما قلتي كل بيت يكون فيه ديوان، هذا دليل على يعني مدى الترابط الاجتماعي وأكيد الكرم بين الشعب السوداني، وأي ضيف بي في السودان ما بيحصل غير الكرم والابتسامة والسعادة يعني. وأيضا أستاذ الصادق، يعني لما بنتكلم عن السودان بنتكلم عن طبيعة، بنتكلم عن يعني مليء السودان في المناظر الطبيعية وفيها المناطق الخضراء، يمكن هذا الجزء بعض الناس يعني
تجهله وما منتبه عليه، لكن السودان مليئة بالأماكن يعني الطبيعية، فخبرنا أكثر عنها. في مناطق طبيعية كثيرة جدا جدا في السودان. في فصل الخريف السودان ده كله بيكون عبارة عن مسطحات خضراء. جميل. في فصل الخريف ونزول الأمطار كل السودان مش منطقة واحدة، المناظر الخضراء بتشوفها حتى في رأس الجبل. جميل. زايد المناظر الموجودة على شاطئ النيل. جميل. عندنا مناطق سياحية كثيرة جدا جدا على شارع النيل أو على مقرن النيلين اللي هو التقاء النيل الأزرق مع النيل الأبيض في الخرطوم. نعم. عشان يكونوا مجرى واحد. نعم. هذه برضها من المناطق الطبيعية، المناطق الجميلة الإنسان اللي ممكن يزورها ويقضي فيها أوقات جميلة جدا جدا. الآن نحن عندنا بعض يوم الجمعة والعطلات بتحصل الناس منتشرين على طول شارع النيل على أساس أنه يقضوا وقت حلو ويتنزهم مع أولادهم مع أطفالهم، ففي مناظر جميلة الواحد يقدر يقضي فيها وقت حلو مع أسرته. أكيد أكيد أكيد. وهذه المناطق يعني مثل ما قلت كثير من الناس ما تعرفها، لكن السودان مثل ما أيضا ذكرت مليء بهذه الأماكن، النيل وغيرها من الأماكن الطبيعية طبعا الخلابة. وأيضا أستاذ صادق يعني السودان فيها تنوع ثقافي كبير وتاريخ كبير، فخبرنا أكثر عن الثقافة السودانية. نعم، السودان بلد مترامي الأطراف وفيه ثقافات عدة وثقافات متنوعة، وكل قبيلة تقريبا عندها ثقافة تختلف من الثانية. فلو تنظر لأطراف السودان تلقى أطراف السودان هذه كلها فيها ثقافات متنوعة ومتعددة. يعني عندك أهل البيه في شرق السودان تلقى عندهم لهجة خاصة بيهم وعادات خاصة بيهم. تمشي على شمال السودان هن الضناقلة بتلقى عندهم برضو لغة خاصة بيهم. في الغرب في منطقة دارفور بتلقى برضو عندهم لهجة خاصة بيهم. تقريبا كلهم عندهم لهجات غير عربية الأطراف بتاعت السودان. نعم. الوسط السودان هي المنطقة الوحيدة اللي بتستعمل اللغة العربية اللي ما عندها لهجات محلية. يعني مثل ما قلت يعني يمكن أنها تتعدد اللهجات يعني على حسب المناطق في. نعم. في السودان. نعم. أستاذ الصادق أيضا نلاقي يعني في السودان نهر النيل من أطول أنهار العالم، واللي هو يعني أكيد يعني له فوائد كثيرة على السودان من ناحية يعني الصيد أو النقل، فخبرنا أكثر عنها. فعلا نحن بنستفيد كثير من النيل وجريانه في السودان. عندنا فيه مشاريع زراعية كثيرة جدا جدا، تقريبا الزراعة موجودة على كل ضفاف النيل، الضفة الشرقية والضفة الغربية، النيل الأزرق النيل الأبيض، وكل منطقة من المناطق دي تقريبا عندها محاصيل زراعية محددة بتقوم بها. يعني في النيل الأزرق مثلا هناك في معظم المزارع بتكون عبارة عن مزارع الموز، عندك برضو مزارع موز في كسل على نهر القاش، عندك النيل الأبيض عليه مشاريع زراعية كثيرة جدا جدا اللي هي من ضمنها تزرع القطن تزرع القمح، ففي محاصيل كثيرة تزرع في السودان دي على النيل. وعندنا زراعة كمان على قير النيل اللي هي دي في الزراعة المطرية، والزراعة اللي بتكون موجودة على النيل ممتدة على طول النيل إلى المصب. نعم. كل هذه مناطق زراعية. نعم جميل جميل جميل. وأيضا أختي أمل يعني أنا شفت هذه الحلويات اللي مقدمها فقلت يعني هل هذه الحلويات شو هي وهل هي لازم تكون موجودة يعني في لتقديمها لأي ضيف عندكم، فخبرينا أكثر عنها. هي حلويات تقليدية عندنا هنا النبق وعندنا القنقليس، والقنقليس ده كمان بالمناسبة بيتعمل كمان عصير. نعم. ممكن فبيقولوا عليه حتى السوبر فود لو فتشت عنه، فهو منخطه عادة في المناسبات، ممكن يكون قاعد في الأيام العادية كمان عادي جدا. نعم. تسلم إيدك ومشكوري مرة ثانية على الضيافة. الله يخليك بارك الله فيك. تسلم.
طبعا نحن حنتكلم عن تاريخ الزي السوداني اللي هو بيمتد من آلاف السنين من الحضارة البجراوية قديما مرورا بالحضارة المروية اللي كان فيها عندنا ما يسمى بالكنداكات اللي هي الملكة السودانية، فكانت بتلبس اللباس الزي المميز وفيه زينة مميزة. أكثر حاجة عندنا مميزة اللي هو توب الحرير نفس اللي أنا لابساه، وعندنا كمان التوب السويسري تمام، وممكن كمان يكون أنواع أخرى من ثياب الحرير بتتلبس في المناسبات أكثر حاجة. أما اللون الأحمر ده بيتعلق أكثر حاجة بالحنة والجرتك زي ما تكلمنا سابقا، فبيكون له أكثر حاجة علاقة بالعرس والحنة في الأعراس السودانية. بالنسبة للحنة في الرجلين للعريس بتتخطى بصورة غير للعروس طبعا. العريس بتكون عندنا حنة اسمها الحنة السادة، الحنة السادة دي بتكون عند العريس الرجل كلها مع بعض مخطوطة اوكي، وعندنا عند العروس بتكون شكل اشكال داخل رجل العروس، ومن برا بيكون في رسم اللي هو بالحنة السوداء النوع الثاني. دي من فوائد الحنة. أخوي صادق، لما نتكلم عن السودان أيضا هي شهيرة بالصناعات التقليدية، وكثير من الدول يعني تشتهر بهذه الصناعات اللي هي تكون تاريخية، وفي بعض منها تكون أشكال تحمل أشكال عن الحضارة اللي مرت على الدولة، فخبرنا أكثر عن الصناعات التقليدية في السودان. نعم فعلا عندنا صناعات تقليدية في السودان، وعندنا سوق تقريبا مشهور في سوق أم درمان اسمه سوق الأناتيك. ده بتحصل بيصنعوا فيه الأشياء من المواد الطبيعية خاصة من الجلد، تلقى عاملين زي لوحات بيكتبوا فيها آيات قرآنية أو أحاديث أو حكمة، بالإضافة لأنه بتلقى بعض فيها الشكل تماثيل أو بعض المنتجات الجلدية للحريم زي شنط اليد، بس بتلقاها صانعينها بطريقة يعني راقية وطريقة ممتازة جدا جدا. يعني معظم الناس اللي بيجوا السوق ده بيجوا بيشتروا الأشياء دي عشان معظمهم تقريبا سياح، فبيجوا بيشيلوها بيشتروها بودوها بلادهم كذكرى أو كنوع من التراث من السودان، وحتى الناس المواطنين بيجوا بيشتروا الأشياء دي بيزينوا بها البيت بتاعهم. نعم. تلقاها موجودة في كل البيوت بمعلقة يعني. نعم. أيضا أختي أمل، السودان بعد يعني انتشر فيها بعض الصناعات التقليدية الخاصة بالأدوات يعني للمنزل وللمطبخ، فخبرينا أكثر عنها. نعم فعلا، نحن زمان كان عندنا في مواعين المطبخ التقليدية عندنا مثلا الكنتوش كانوا بيصنعوه، ده زي معون كبير بيعملوا فيه العصيدة بالمفراكة عندنا. نعم. كمان عندنا كمان السعن بيكون موجود في المطبخ دائما، ده بيعملوا به الروب اللي هو بخج اللبن كده وبيبقى الروب رايب. نعم. ف يعني عموما المواعين اغلبها بيكون كنتوش نوع كده او مثلا فخار. ايضا اختي امل، سمعت عن بعض الزيوت السودانيه المعروفه يعني لها استخدامات يعني حول العالم، في كثير من المدح عليها ولها استخدامات كثيره يعني، فخبرينا اكثر عن الزيوت السودانيه. عندنا نحن طبعا زيت الفول السوداني ده بيستخدم في الاكل، وعندنا كمان زيت السمسم. حلو. وزيت السمسم ده بالتحديد ما بس في الاكل، يعني احنا نعم بنخطه في الفول المصري وكده، بس كمان اذا انت مثلا عندك الم في جسمك وجع في العضلات بتتمسح. نعم. جسمك بزيت السمسم. نعم. وعندنا كمان زيت اسمه زيت الكركار ده. نعم. بيطلع من شحم البقر. نعم. بيستخدم للشعر اكثر حاجه. نعم. فبيستخدم عشان يملس الشعر ويطول الشعر. نعم نعم جميل. ايضا اخوي صادق، يعني الزراعه في السودان معروفه ولها يعني منتجات زراعيه عده يعتمد عليها كثيرا في السودان، يعني فخبرنا اكثر عن المنتجات الزراعيه في السودان. المنتجات الزراعيه عندنا منتجات زراعيه كثيره في الحقيقه،
عندنا من ضمن دائما الصناعات بتاعت البروش دي من ضمن المنتجات، ودي ما بتكون إلا في المنطقة اللي يكون فيها نخيل، لأنه البروش دي بيصنعوها من سعف النخيل، ودائما بيستعملوها الناس في الأغاليم فبيعملوها في بيت العريس. مرات البيت كله يكون مصنوع من البروش، وبرضو بيستعملوها في إنه يفرشوها على السرير، بيستعملوها إنه كمصلاية للصلاة يصلوا فيها، تستعمل كصفرة برضو ممكن يأكلوا عليها، فلها عدة استعمالات. أما المنتجات الزراعية الثانية الموجودة في السودان كثيرة صراحة، وكل منطقة تقريبا يكون عندها شيء مشهورة به في السودان. نعم. يعني نحن عندنا منطقتنا في النيل الأبيض دي الولاية الزراعية، يعني دي ولاية فيها الزراعة على طول السنة. نعم. يعني نحن عندنا في ولايتنا بنزرع القطن، بنزرع الفول، بنزرع القمح، بنزرع الخضروات بجميع أنواعها كلها إنتاج محلي. نعم. زايد إنه عندنا حاجة تانية اسمها الزراعة بالجروف. نعم. الزراعة بالجروف دي تزرع بعد النيل ما ينزل. نعم. ده دائما بيكون في شهر 3 و4، بعد ما ينزل النيل بيزرعوا في المكان اللي نزل منه النيل ده بيزرعوه شمام وبطيخ وبامية، وبيجيب منتجات ما شاء الله. نعم. منتجات ممتازة ويعني نوع جيد جدا جدا، يعني لو تصدر خارج السودان ما شاء الله. نعم. وبعدين ما فيه ولا حبة سماد. برضو في مناطق في السودان كثيرة مشهورة بمنتجات محددة، يعني مثلا يقول لك زي المانجا الموجودة دي، يقول لك دي مانجا كسلة. نعم. فكسلة مشهورة بالمانجا. نعم. أبو جبيهة مشهورة. نعم. بالمانجا. نعم. عندك الموز، الموز. نعم. ده عندنا مشهور في من جهة سنار والنيل الأزرق وكده. أما المحاصيل الزراعية ما شاء الله كثيرة، اللي هي عندنا من ضمنها السمسم، وده يزرع في القضارف، وعندنا الذرة. نعم. عندنا القمح. نعم. عندنا أضخم وأكبر مشروع في الوطن العربي في إفريقيا اللي هو مشروع الجزيرة. نعم. وده فيه دورة زراعية على طول العام. جميل. وده أكبر كام منتج للقطن. نعم. حالياً يزرع فيه قطن وقمح وذرة. نعم. ويزرع الفول السوداني برضو فيه. جميل. بالإضافة إلى مناطق غرب السودان، يعني عندك الكركديه. نعم. عندك الفول السوداني. نعم. ده كله تقريباً يزرع في غرب السودان في أراضي دارفور وأراضي كردفان، وكلما اتجهت غرباً بتلقى التربة رملية. نعم. إذا اتجهت نحو الوسط والشرق بتلقى التربة طينية. جميل. فالتربة الطينية دائماً هي التربة القريبة للنيل، وبيكون في النيل دائماً بيكون في طمي، والطمي ده بيزيد من إنتاج الزراعة، يعني زي كأنه هو نفسه سماد. نعم. فالزراعة صراحة في السودان متنوعة متعددة، في كمان في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل يزرعون النخيل بكميات كثيرة، والنخيل الموجود هناك تقريبا بيختلف من النخيل اللي احنا بنشوفه هنا في الخليج. النقلة هناك طويلة جدا جدا لدرجة انه الشخص العادي ما ممكن يقدر يطلع عليها. فمعظم انتاج التمر في السودان بيجي من الولاية الشمالية وولاية نهر النيل. فدي تقريبا المناطق المخصصة بزراعة أنواع محددة مشهورة به وكده. لكن برضو في قمح في الولاية الشمالية، في خضروات والفواكه دي تقريبا في كل السودان موجودة، ولكن مشهورة زي مانجا كسلة ممكن تذوق منها. أستاذ الصادق، دائما نلاقي يعني في كثير من البلدان تشتهر هذه الثقافة، وأيضا نسمع من عند آبائنا وأجدادنا نلاقي الأمثال الشعبية، يعني دائما الأمثال الشعبية تكون تحمل معاني
واحيانا حتى تحمل قصص، ودائما احيانا حتى فيها نصائح للانسان. يعني دائما الامثال الشعبيه تكون يعني لها معاني كبيره، وانا ايضا بعد وايد سمعت عن الامثال الشعبيه السودانيه انها معروفه ومشهوره ومتداوله بين الشعب السوداني، فحابين نعرف اكثر عنها. نعم بالتاكيد عندنا امثال شعبيه وامثال كثيره كمان ولها مدلولات مختلفه. نعم. يعني عندنا مثل يتكلم عن الجار. نعم. بيقول المثل جارك القريب ولا ودمك البعيد. نعم. طبعا هنا بيوصي الجار بانه جارك ده ممكن يلحقك في اللحظه اللي انت محتاج ليها، ممكن يلحقك قبل اخوك ودمك اللي هو بعيد منك. حلو. فجارك انت لازم تحافظ على علاقتك به، لانه هو القريب هو اللي بيشوف ضررك. اكيد. وهو اللي ممكن يجي يزيل لك الضرر ده قبل اخوك. نعم. ودمك ما يحصلك. نعم. في من ضمنها برضه امثله كثيره، يقول لك درب السلامه للحول قريب. درب السلامة للحول، للحول قريب. قريب للحول يعني العام. حلو. يعني إذا مشيت بطريق وهو بعيد إن شاء الله توصل بعد سنة. حلو. الطريق ده أرحم لك وأفيد لك. نعم. من إنك تمشي بطريق يوصلك لهلاك. نعم. لأنه ده الطريق ده فيه السلامة. نعم. لو نعم. توصله بعد سنة هو أحسن ليه، أحسن لك، أحسن من تمشي بطريق قريب يكون فيه هلاكك يكون فيه ضياعك. نعم جميل. أمثلة كثيرة برضو عندنا، مثلا يقول لك أهلك قبل تهلك. نعم. يعني كأنه يوصيك بالأهل، بأهلك. نعم. قبل تهلك قبل تموت، يعني أحسن لأهلك. نعم. قبل ما تموت، يعني أهلك هم اللي بينفعوك وإنت. نعم. اللي بتنفعون. بليلة مباشر ولا ضبيحة مكاشر، ده بيقولوه للضيف. القلم ما بيزيل بلم. نعم. القلم ما بيزيل بلم، يعني معناها تلقى إنسان متعلم ولكنه سلوكه مع الآخرين مش كويس. نعم. هو متعلم لكن ما عنده تجارب في الحياة. نعم. أو يسوء للآخرين بسلوكه وكذا. نعم جميل. نعم. جميل. لكن أستاذ صادق، يعني هل يمكن أن يعني هالأمثال تختلف من منطقة لمنطقة؟ يعني هل ممكن أن هالمثل مشهورين في أهل منطقة معينة؟ دائما مثلا يكون في منطقة فيها التعليم قليل. حلو. ويكون ده الشخص الوحيد أو في اثنين ثلاثة متعلمين، ويطلع منهم واحد سوء السلوك. نعم. فده هنا لازم يضربوا له المثل. نعم 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 نعم. فيضربوا له المثل كنوع. نعم. من يعني كنوع من إن نص. أنت رحت عننا وتعلمت ولكن علمك صراحة ما أفادك. ما يعني. أفادك في شيء. ما أفادك. نعم. أكيد أكيد لازم مثل ما قلنا، أكيد العلم والخلق شيئين يعني ما يستوون من غير بعض. نعم. والجميل أيضا أستاذ الصادق أن هذه الأمثال رغم أنها يعني لو نسأل عنها ولو نسأل أبائنا وأجدادنا عنها نلاقيها قديمة، ولكنها انتقلت لنا من جيل لجيل. يعني نعم. الواحد يمكن أبوه يقول المثل ما ينتقل لك، ويمكن أنت بعد تقول المثل لولدك، فتستوي عملية نقل هذه الأمثال الشعبية. هي تناقلت الأجيال، يعني أصلاً إحنا الأمثال اللي بنسمعها دي كلها تناقلناها عن آبائنا وعن أجدادنا. نعم. وظلت موجودة لحد الآن يعني. نعم نعم. ومهما يعني كانت قديمة. نعم. ومهما تطورت الدنيا وعدت عليها برضو سنين موجودة، هي ما زالت مدلول محدد يعني. نعم. هي بتدي نفس الغرض. نعم. يعني مثلاً يقول لك يا أخي أنت عينك في الفيل تطعم. نعم. في ظله. نعم. يعني ده بيقولوا مثلا يضربوا للشخص اللي عمل غلط، انت ما تقدر تقول له غلط لكن. نعم. تقول له ضله، يعني هذا. نعم. الفيل عمل الغلط ده. نعم. وانت. نعم. ما قادر تكلمه، الشخص المهم اللي عمل الغلط انت. نعم. ما قادر تكلمه. نعم. نتيجه انك خايف منه. نعم. فقمت تتكلم من وراه كانك. نعم. تطعن في ضله، يعني ذاك. نعم. الفيل وانت. نعم. تطعن في الضل. نعم. انت لو عندك الشجاعه اطعن في الفيل مباشره. نعم جميل جميل. واحيانا هذه الامثال تي على طريقة يعني لغز، يعني الواحد يمكن يقعد انه ومرات يفكر فيها. ايوه للسخرية. مرات للسخرية كمان مثل ما قلت. جميل جميل وجميل انها لا زالت متداولة لسه يعني موجودة ومتداولة، واكيد الاجيال الجاية بتتناقلها يعني. اكيد اكيد. نعم. اعزائي المشاهدين، تعرفنا على اشهر الامثال الشعبية اللي كانت متداولة في السودان، والجميل انها لا زالت متداولة رغم انها قديمة. خلكم ويانا، فقراتنا متنوعة. أحمد، أنا سمعت أن عندك هواية، صح؟ شو هوايتك؟ هوايتي المفضلة هي الرسم. تحب الرسم وايد يعني؟
ومن متى بديت ترسم؟ بديت أرسم من ما كنت في كي جي 1 وعمري 3 سنوات. يعني من 3 سنوات ترسم كل يوم؟ ترسم مرات. أوكي، بس ليش حبيت الرسم؟ حبيت الرسم عشان أنا بيمسك القلم وأحركه ويعمل صور جميلة. زين أحمد، هذا مسبار الأمل؟ أيوة. وهذه شو؟ منظر طبيعي. حلو حلو، بس شو بعد رسمت راوني؟ أنا اليوم أبغى أشوف كل الرسمات الحلوة. وكمان رسمت الديناصور اللطيف. حلو. وكمان هنا عندي رسومات قديمة، صاروخ ماشي للفضاء. حلو. زول يخيم هنا. حلو. هنا لونته، وهنا أنا رسمت عصر قديم، وهنا دي أحلى رسمة. هذا شو هذا؟ خبرني. هذا طائر. طائر. حلو حلو حلو، جميل. بس أحمد، أنت تستخدم الألوان الخشبية ولا المائية ولا أي ألوان؟ أنا بستخدم كثير الألوان الخشبية. ليش؟ يعني هي الألوان الخشبية يعني أحلى من الألوان المائية أو اللي أسهل؟ كيف؟ الألوان الخشبية أسهل. الألوان الخشبية أسهل؟ يعني أنت بس بديت تستخدم في الألوان الخشبية. لا ما شاء الله، رسمك حلو وجميل. إنزين، شو رأيك اليوم ترسم لي رسمة؟ شو بترسم لي الحين؟ هرسم زهرة. يلا. أعزائي المشاهدين، تعرفنا على موهبة أحمد في الرسم، وكيف أنه من الصغر ياس يمارس موهبته ومحافظ عليها ويتدرب عليها من الحين. فقراتنا متنوعة، خلكم ويانا. طبعا مثل ما تعرفون، يعني كل دولة تنفرد بعادات وتقاليد يعني تميزها عن غيرها، وأيضا في الأعراس وفي المناسبات كل دولة لها عاداتها وتقاليدها، يعني في كيفية قيام الأعراس أو في اللبس أو في غيرها من الأمور. فاليوم حابين نعرف أكثر عن عادات وتقاليد الأعراس في السودان. تمام إن شاء الله. عادات وتقاليد الأعراس في السودان: بدل الفستان الأبيض العروسة تلبس أحمر، وعندنا ده اسمه الجرتك. تيجي العروسة لابسة أحمر، ويكون العريس لابس الجلباب الأبيض. جميل. وفي زي قطعة قماش اسمها القرمصيص بيتغطوا بيها، فدليل على أنهم بقوا خلاص واحد. بيكون أمامهم طبعا مجموعة من العدة. نعم. بيستخدموها في الطقوس بتاعت الجرتك. جميل. اللي هي مثلا بتكون زي العطر، العطور بنرش العطر على الناس الموجودين، منوزع الحلويات اسمها الفال، يكون معاها كمان قطعة من البخور يعني. والجرتك نفسه بيكون يعني مع العائلة القريبة أكتر شيء. نعم. فهمت؟ بيكون في حليب بيشربوه وبيرشوه على بعض كمان. نعم. فمن العادات يعني الطريفة بتكون في الجرتك. وفي عادة كمان، فطور العريس. نعم. فطور العريس ده بيشيلوا أهل العروس للعريس، بيكون من كل حاجة، من يعني كل شيء في الفطور أنت تخيله بيكون موجود فيه. نعم. حتى العدة بنشتريها جديدة، يعني بتكون عدة غالية جديدة بتمشي ما بترجع، يعني بيكون جزء كمان من الهدية ومن الفطور. جميل. حتى العصائر وكل حاجة فيه بيكون مفروض، يعني يكون فطور خاص، فطور لهذا خاص لهذا اليوم. أيوة. جميل. وأيضا يعني يمكن أخوي في الأعراس يعني يمكن العريس له استعدادات ثانية، أو يمكن أحياناً له تقاليد ثانية مثل ما ذكرت يعني في فطور العريس. فخبرنا أكثر عن يعني مثلاً استعدادات العريس في السودان. هي ممكن تختلف، يعني العادات نفسها في نفس البلد تختلف، يعني عادات أصحاب المدينة غير عادات أصحاب القرية أو أصحاب الريف. نعم. العريس في الريف في نظري أنا بشوفه ممتع أكثر من العرس في المدينة. نعم. لأنه العرس في الريف بيكون في قرية، الناس متعارفين، ودائما الأعراس زمان عندنا ونحن صغار بيعملوا الأعراس دي في مواسم الحصاد. نعم. الناس حصدوا الزراعة حقتهم، وبعد ده بيكونوا توفرت عندهم الفلوس، فالناس بيبدوا موسم الزواج بيكون في موسم الحصاد. نعم. ممكن العادات والتقاليد في ذاك الوقت الفرح في الأغاليم حق الزواج ممكن يمتد لأسبوع 10 يوم.
اسبوع ولا 10 ايام؟ اسبوع 10 يوم يجوا الناس، اهلك، جيرانك، اصحابك، احبابك، كل المعارف بتاعنك بيجوا كل يوم بالليل يغنوا ويطربوا ويرقصوا. نعم. ولمده اسبوع. اخر حاجه الاسبوع ده بيكون اليوم الختامي. نعم. في بعض الاغاليم كمان بيكون في اليوم الختامي ده نفسه. نعم. بيكون فيه سباق، سباق جمال بالذات. نعم. دي للناس اللي في الأرياف اللي عندهم في منطقتهم في جمال، لازم بيكون في سباق جمال. جميل. أنا حضرت بنفسي، حضرت كذا مناسبة بتاعة زواج كان فيها في الأغاليم كان فيها سباق بتاع جمال. جميل. أما في المدينة يعني يختلف تقريبا بعض الشيء. نعم. يعني هناك ما في ناس بيجوا لمدة أسبوع. زائد إنها المراسيم بتكون تقريبا نفسها، اللي هو الزواج دائما يبدأ من طلب إيد العروس، دفع المهر، الشيلة حقة الأكل، الشيلة حقة الملابس، الذهب، تقريبا ديل كلهم بتساووا فيها، بس تتفاوت من أصحاب المدينة ممكن يكون أشياء شوية كثيرة وغالية. نعم. أصحاب الأغاليم ممكن تكون أشياء شوية. نعم. يعني مبسطة وقدر حالهم. أكيد. ولكن في النهاية كلهم بيكونوا مبسوطين وفرحانين ومشاركين العريس، حتى أصحاب المدينة نفسهم بيكون عندهم أهل من الأغاليم بيجوا يقعدوا معاهم يومين ثلاثة لحد العرس ما ينتهي. أيضا أخوي صادق، مثل ما قلتوا لي العادات والتقاليد السودانية متنوعة ومختلفة، فحابين نعرف أكثر عن العادات القديمة وعن الترابط الاجتماعي بين الشعب السوداني. فعلا عندنا عادات قديمة وهي جميلة، فعلا يعني جميلة خالص. إنه نحن لما تكون أنت موجود، أي واحد من رجال القرية باعتباره أبوك. نعم. يعني لو لقاك أنت بتعمل حاجة غلط كده ولا كده، عادي ممكن يعاقبك وأنت تروح عند أهلك ولا تتكلم. فكل واحد من القرية هو باعتباره أب. نعم. يعني زي كأنه هذا والدك. يعني انت اذا كان مثلا في المدرسه بيقولوا لك جيب ولي امرك، يعني ممكن تسوق اي انسان تجيبه باعتباره ولي امرك. صحيح. يعني ده من نوع الترابط اللي كان موجود، ونحن صراحه نعتز بالحكايه دي. أكيد. لانه كلهم ما كانوا بيعملوا لنا شيء غلط الا انه بينهونا او يقومون التقويم الصحيح، التقويم السليم. اكيد طبعا. من ضمن العادات اللي عندنا عاده موجوده للان اللي هي عاده النفير. نعم. النفير ده اللي هو زي الترابط الاجتماعي، مجموعة من الناس يعملوا عمل لشخص واحد. يعني مثلا فلان عنده بيت عاوز يبنيه، عادة الناس زمان بتبني البيوت من المواد المحلية. نعم. اللي هي شكل القطية لو شفتها. نعم. فبيكلم الناس الغرية كلهم يقول لهم أنا بكرة عندي نفير. جميل. فبيجوا كلهم على أساس أنه يساعدوه في بناء البيت. جميل. هو ما عليه إلا يعمل لهم الفطور والشاي والقهوة. نعم. يعني قبل اليوم ما يخلص بيكون بيته انتهى. نفس الحكاية مكررة عندنا في الزراعة. يعني ممكن خلاص المحصول حقك عاوز حصاد، بتعمل نفير، بتسوق ناس بيحصدوا ويدقوا، يدقوا دي ما عارف انت. نعم. اللي هو عملية فرز الحبوب، يعني يدقوا. نعم. طلعوا الحبوب لحاله والقندول لحاله. فدي عملية برضه بتم فيها عملية النفير برضه. نعم. بنفس الكيفية يتلموا 30-40 شخص، هو بيروح هناك مكان الزراعة، ما بيعمل لهم إلا بيوفر الفطور والشاي والقهوة والموية. في نهاية اليوم بيكون هو. نعم. جمع محصوله. أكيد. يعني بأقل مجهود وأقل. نعم. تكلفة. نعم. نفس الحكاية. نعم. بتتكرر عن كل الناس. نعم. يعني اليوم عندي أنا نفير، بكرة عندك أنت نفير، وهكذا. نعم. فحسب الإنسان وحوجته يعني. نعم. فمعظم الناس بتقضي أغراضها تقريبا بمساعدة وب يعني تكافل جميل. أنا يعني عشت الحاجات دي ولليوم موجودة. نعم. جميل طبعا. في هذه عادة النفير اللي قلت عنها. نعم. من العادات اللي فيها روح طيبة وتجمع الناس وتخلي روح الترابط بين المجتمع قوي وجميل. وهم نفسهم بيجوا بنفس طيبة، يعني الحضور ده كله بيجي بنفس طيبة، وكلهم بيجوا يعني بنشاط وحيوية. يعني ما في حد بيجي وهو زي كأنه مجبور. نعم. لا بالعكس، بيجي وراضي تمام الرضا يعني. جميل.
أخوي الصادق كرر شكري على استقبالك لي اليوم، وعلى طبعا هذا الكرم والأكل السوداني المتنوع. تسلم وما قصرت. طبعا لما نشوف هذا الأكل المتنوع نتذكر أكل رمضان وسفرة رمضان كيف تكون متنوعة بالأطباق، فحابين نعرف أكثر عن عادات وتقاليد الأكل في رمضان. أكيد يعني رمضان يحمل ذكريات جميلة فينا، فخبرنا أكثر. أهلا وسهلا بك أخي عبد الله، نحن بنرحب بك في دارنا، وعشاء بسيط ومتواضع لأنك فاجأتنا في الحضور. ودائما المائدة في رمضان بتكون مائدة متنوعة فيها أصناف بعض الأحيان ما بتكون في الأيام العادية، وخاصة في المشروبات والجمعة وجمعة الأهل وجمعة الربع في رمضان. أكيد تحلي المائدة. أكيد أكيد. وبعدين نحن عندنا الجمعة مش جمعة الأهل، إحنا عندنا جمعة الفريق كله. نعم. يعني عندنا الناس في رمضان ما في حد بيفطر في بيته. نعم. مع بعض. مع بعض، يعني أنت بتشيل صينيتك هذه الأكل الموجودة في البيت، بتشيل صينيتك وأنت بتطلع على الشارع. حلو. وتأكل. هذا جاب صينيته وهذا جاب صينيته، وكل واحد بيجيب صينيته، بتكون في فرشة ممدودة على طول الشارع. نعم. وكل واحد بخط الصينية بالموجودة اللي عنده. قليل ولا كثير، المهم هذا المتوفر عندك. الكل مرحب. الكل واهلا وناس يعني مرتاحين، وما فيش فيها يعني انه ده جاب كويس ولا ده جاب بطل، ابدا. أكيد. ناس مبسوطه وناس سعيده، وكل زول حسب ظروفه وحسب وضعه. أكيد. الغني بيجي باكله، الفقير بيجي باكله. نعم. وكلهم في فرشه واحده. نعم. وهن برا في الشارع على اساس انه اذا جاء اي حد عابر. نعم. سبيل مسافر، شخص منقطع، جاء وقت الآذان لابد أنه يوقف يفطر. حتى هو نفسه إذا ما وقف من نفسه هم بيعرضوا بأشروا له، بيقولوا وقف وقف، ده وقت الفطار. أكيد. تفضل أفطر. نعم. بعد ذاك واصل مشوارك. أكيد. في الأغاليم في ناس بربطوا الشارع. يعني الشارع الرئيسي اللي بربط بين المدن، في ناس الغرى بيجيبوا المائدة زي دي بيفرشوها في الشارع. نعم. وكلهم بيكونوا موجودين، ناس الغرية كلهم، أي واحد جاب صينيته خدتها في الحتة دي. بوقفوا أي سيارة جاية في الشارع، سيارة صغيرة ولا بس سياحي ولا بس كبير. نعم. شو بقدر النظر عن شو كمية الناس اللي فيه، الجميع مع بعض، سبحان الله. حكمة ربنا الناس لو كانوا كثيرين أو قليلين وكلهم بيفطروا. نعم. نرحب فيهم كلهم. كلهم بيفطروا. نعم. جميل. يعني جميل. انت لما تشوف كمية الناس كده تفرح وتنبسط، وانه الناس دي اجتمعوا في حاجة واحدة. في صفرة واحدة وفي إخاء، رغم انك انت بتكون ما بتعرفه الشخص. أكيد. اللي جاء فطر ده انت في حياتك تكون ما شفته. صح. لكن برضو انت بترحب به وكأنك يعني يعني فطرت صايم، ودي أجرها عظيم يعني. نعم. في الإسلام. نعم. الحكاية دي موجودة، هي من الإسلام في شيء، ولكن عندنا في السودان يعني زي كأنها عادة من العادات الشعب، يعني مستحيل الناس يتخلوا عنها. أكيد. يعني نحن من قمنا بنشوف العادة دي وللآن موجودة. وما أظن إن العادة دي الناس يتخلوا عنها. أكيد أكيد. أيضاً أباك تخبرني، يعني في ناس مثلاً إذا طلعت من بلدها وترجع مرة ثانية بتزور بلدها من بعد مدة أو شيء، لهم طقوس معينة، اللي يحب يقضي معظم الوقت مع أهله، اللي يحب يقضي وقته يعني في الأماكن الجميلة اللي عاش فيها ذكرياته، تنقسم الناس، أو اللي يحب يزور مثلاً أصدقاء القدامى واللي حب. فأنا اليوم أباك تقول لي وتخبرني لما تزور السودان وترجع للسودان، سواء يعني زيارة أو شيء، كيف تقضي وقتك؟ هذه برضه لها حكايات جميلة يعني. نعم. يعني نحن زمان أي واحد مثلاً طلع من الغرية سافر مشى بلد بعيد قضى شهرين ثلاثة أربعة شهور غياب. نعم. لمن يجي لابد إنه يجي يمر يسلم على بيوت الغرية هذه بيت بيت. جميل جميل. ومع ده كله لابد إنه زمان في الفلوس الكوين الحديدة دي يعطي الأطفال ريال. نعم. قريش. نعم. زمان القريش لابد إنه يمر ويسلم. نعم. اللي بيجي برضو غير الناس كمان بتمر في الأعياد. نعم. في الأعياد برضو الناس لابد إنه يمر بيوت الغرية ديل بيت بيت ويسلم ويبارك العيد على أهلهم. ففي العودة الناس اللي بيقتربوا في الخليج ولا في أمريكا
بيطولوا برا في الغربة بيقضي الواحد سنة أو سنتين حتى يجي راجع لأهله. بقى ده بكون عنده استقبال خاص. ليش؟ لأنه مدة الغياب حقته طالت وأهله بيكونوا مشتاقين له وأهله وأصحابه وجيرانه وكل يعني يوم أنت تجد الناس كلهم بيجوا يسلم عليك إنك الحمد لله بالسلامة جيت من الغربة وأهلا وسهلا بك كلهم يعني أهلك أعمامك أخوالك جيرانك أولاد عمك كل الغرية وخاصة الناس القريبين يسمعوا طوالي كلهم بيجوا. جميل. وبتقضي أكيد إجازة ممتعة معاهم. يعني كلهم الناس زي كلهم أي يوم أنت لابد أنك تكون معزوم في بيت. يعني فلان جاء من السفر والله بكرة تعال يتغدى معنا. جميل. فلان تاني بيقول لك والله تعال أفطر معنا. فمرات بتحصل حتى ما في زمن يا أخي لا والله أنا عزمني فلان. فدائما وبعدين في ناس بيجيبوا لك الفطور في البيت. جميل. جميل. يعني إذا ما بتقدر تجي أو ظروف أو ما بيجيبوا لك الفطور في البيت بالصينية كبيرة ومغطية بالطبق ما شاء الله شايلينها 2 صفرة. نعم. يجيبوها لك في البيت. أعزائي المشاهدين وصلنا وياكم لنهاية فقرتنا اليوم، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا، أنا بخليكم وبستمتع بالأكل السوداني.